السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال سو دوادا مقالكان سي شرغريا دور قودب ايان كهل دونا هدي اي بايدنو او ايغو هريان اريتا كواد ايدمدا موسى سو دابولايي اي خابحان لو سو دابولايو وحوان كورن دونا ان شاء الله تعالى ددغاقا سودا يوم مالمها سو سوتو حال كو سودو نقون دونا اريتا كران كهل دونا او حسن شيخ محمود يحلبانادي فدرالك اس سي قاتو كومتليي وهي كلا قبصري تانا وانكهل دونا إن شاء الله تعالى قلبك ودم بي عربابي دونا وقبر قرحتي سه وما لنتي سدحات كحرا المجال هذا هرقيسة رجينا وحوي هدي الكورو أي هجردين قرحتي سجارا عاو يجنا والله هذا دونا وحنكسر قبل قبلنا يا رب كي جوجا أو بلوضي يدينا ده أم هالشيء طبعا شر قراي مل لنا كرسي إن شاء الله تعالى نبى وحلا يشي سو سجارا يبرتو وريكا يساقو أرد كهورة يا أرد كدنبه مكلا دايان مركا هورة ويسو أرديان مركا دبنا ويسي عرريان ويسي أرديان وحارة بايدات كان أمشيغو ما المها سو سعطة دقال ما دعي دونا وحاوو يهديا لكورو يهد دقال فرح لغيقود دقال كي إذا ماذا حوق إساسي ويلشي قلصي دها اتماها لبها يستورتور جري أي دريد كبروه قال لها يعني إن شاء الله تعالى إساق سكة استوى أوتشبين هو بكواكا قبصري محابي استوى كهيا صدح كل أفر كل أضف إيدي هوس مرين وكو أنا قال الله وكو قوس الله هدو يانا مغرب ما يتكو حرمي ليه يا مغالقة دوبين محابي استوى عنها لورد قبو فلان فلان يا أنا مقرن إمكوا كل هراء هدال كل عري بروه هذي بلقتها بي ويجي قرن لوش كيانة هنا أنت بتيجي مشرتو كوا ما تموس الصوا لنا بروه هذا لقتها بي يعني إذا عقل مرا ولا صعنا صومالي لهم بمانت يابن هم هايستان وهدال كورو وسعبلي هدنا اللي فاني فرخ إذا ما ذي إلا يؤد بهذا الجارين سعدي لصورة في أو أي إن ذي ذي أتجن واحد شو يواحد رقصنا يواحد نقصنا لما حيا تفكر وش سعدي لص أنا كروي قوشا موسى كروي قوشا كروي إيش كده إيه ورا عينه ما يبان كرتا موسى عينه ما تبي يبان كرا وهم ما يوي ما يبان كرا إسحاق متبان ليه على الإسلام بوا شاه عاد عبد الشبت شاه عاد وشاهد وكل سيال بقولي أفرتك يا مرحاس كل واحد عادي دجال كل ما يدوك السعودي حوقة سكرتي بملاها اللي وياي مركا مركا سواحد تري ورم عاد شاه واقف تيد كل كسر حلوين كده شاه واقف تي بس سكرتي بدل رادي كل كسر واحد تري ورجالو ميسن أضيع الدقمين لهين وروح أغل له وقبطه ميانا لهين إمك إساقو سوق بواوتشبين محابيستو ذهبكو دي ويرشي قراسي دها بحد دري وحالي شاكي قاندرية قواردة يسو صار قواردة يقنيمة يسو ودان قاندرية يكوة دروالد والوصي هاي إساسي خاتو ميل بكسي قراتها با نيول بقاري أسادكو قراتها قاري أسادكو قرصتها قاري قوي يبادنا وعوي واترسيه كما هيرتو وكو حساب طبا يعني مركا حوي تغال كاسي وديار بانون هاي وحوي هدي على كورة جاي ما أنت هذا الله هذا هو مبتين وحوي هو والدي وحوي هو مبت هذا وما أنت النجاة شونا كذا فرنتا إسكنسية مركلا كورنا يا ورفانك يفرخة وحنا أحسن معه رجو جواها نفواجا يو تشوجا ديار كوي هاي وركي دجال دون يو أبرهانك سوري هو بنقولنا نكي فرخة يو دوبك إياك كان العك لقى عنا يو بستي عروت إياك لقى صدر قراو وراويرو افهمو قران وخبا كاغا ما ترتو نمد نوي كاكا حيسا وحاد كلفيسا ولاشا قلسدا ان اي برعو وحوي ديلو كورو هي وا هو بري وحوي برعو ان برعو اسكو وريستو وا هركيي نون حبر جلا او مالمهن دي مركي اي جبن انغا نو نيكن جيري او على علي جيري او مركي ميلها موسى وحوي دور بقول اسكو سو دبرتي ان مقلين بي قرن كده دبي بلاوين يو هدي على كورة هي كربدي وهذا خورنا يدقال أول ما هبرت على ودكتي وهاي رجع ردي هدي على كورة وادقرنا سان هبرت عرفت تاريخ سويا الكي
qulbahantay ilaahay ka sokow qulbahanta iska laha habar jecelo oo hoggaamiyo waa habar jecelo aakhiri gacanta qulbahanta ku baxa lix nin baa jiray hoggaamiyaal u ahaa oo doobiye jiray habar jeclaa waxaa ka mid ah bootaan calan dhiir baa ka mid ah barkad daa dilay waa faysal cabdi bootaan kana ugis weeye waxa weeye sagaalo magtay cidda laga qaadanayo waa iyaga geel quwax cidda laga qaadanayo waa iyaga si walba dhulbahanta waa u lahaa addoomo dhulbahantay ahayn habar jeclo maantase hubkoodana gacanta ku haya maxaabiistoodana gacanta ku haya weel badan oo ku faani jireen ciidda hoos mare welina waa quusan lahay waxay isku halaynayaan haddii la guuro yahay muuse bixiyaan ognahay oo deyaanu ka adkaanay sheekaa idinka sheekaynayaa heliga ingiriiska uu sii baxayey dabeesha ingiriisku gumaystay isticmaalka dhulka soomaaliyeed ku yimid san cadaalaha markuu sii galbanayey kolka waxaa dhacday habar jeclood de markii dhulbahantu ay soo halgameen oo dee unbay markaa gumaystay baxay unbay dhahayn kacdoon xoogaa bilaaban ingiriistoni mayna ingiriis haddaba ingiriiskii ay dabada wax wey haddii la u ruux jireen kolkaas ingiriisku nin caqli badan buu ahaay waa hadla wuxuu yidhi habar jeclo ilaahay kuma tiirsana talana kuma tiirsana oo talo ma laha waxa wey haddii la guurayay laakiin ingiriis bay ku tirsanta ilaahayna kuma tiirsana talana kuma tiirsana oo talo ma laha ilaahayna maba taqaano kuma tiirsana ingiriis bay haddii la guurayay ku tirsan yihiin oo ama ay dee ku nool yihiin heerka abaru yunus buu la hadlay wuxuu yidhi ilaahay kuma tiirsana ingiriisna kuma tiirsana waxa weeye talaysay ku nool yihiin oo talay ku tiirsan yihiin dhulbahantuu markaa soo gaaray wuxuu yidhi dhulbahante tala kuma tiirsana oo tala ma laha ingiriisna kuma tiirsana waxa weeye haddii la guuray waaba la dagaalamayna laakiin ilaahay bay ku tiirsanayiin ilaahay bay ku tiirsan yihiin alaawe ciddu markaa la hadlay habar jecleheed oo kuli habar jeclaay ilaahayna kuma tiirsanayn talana kumatalaad leedin kuma tiirsanayn ingiriis baad haddii ala kuuro yahay aada ku tiirsantiidiin maantase halkii bay taaganta muuse dhagweyn baa sida ariga daabax marba neef usoo qaadaya dhulbahante dhaniibo u keenaya hal wiiloo habar awaloo uu furinta hore geenayna ma jirto xaaba u shito ayuu habar jeclo maanta ka dhigta suma wallaahi isu xaqiiq maaha buruc aynu isku wareysanaynaa caynama waa isisi khaatumo oog waa isisi khaatumo haddii la guurayay qorlugud waa isisi khaatumo ceel afuyo waa isisi khaatumo maamulka ciidanka isisi khaatumo baa gaadhaya ama xoog bay ku tagayaan ama nabadgelyay ku tagayaan taa doorashadeeda idinkaale idinkaanu idii dhiibna waa qodob xasan sheekh maxamuud baa ugelayaa waxaa jirta shalay waxaa dhacay waa tu waraaq maalintii hore la soo saaray xasan uu kaga reebay dowlad goboleedyada shirkii muqdisho maamulka isisi khaatumo shirkaasi maalintii labaad buu galay welina uu socdaa maamulka khaatumo buu socdaa qorshihii laga yeeli lahaa federaalka iyo xasan munaafiq xasan sheekh maxamuud iyo maxaa dhex maray xildhibaanadii qaar ka mid ah waa bidhaan tima cadde baa la kulmay saa xogta ku hayo xasan waxay ku dhaheen xasan oo maamulka iyaga waad aqoonsatay 19kii october 2023 si wax u jiraan maamul kumeel gaaro 2 sano inaad dowlad goboleedka khaatumo aqoonsatay xasan wuxuu ku jawaabay dowlad goboleedyada qaar baan idoo ogoleen xasan marka leeyahy qofka bini aadamka munaafiq laskama sheego munaafiq ummaddo dhan baa aragta war dowlad goboleedkana anagana didan waaqe waayo midda kale dalka ma dowlad goboleedba madax ka ah masaalaha madaxweyne ka ah waa munaafiqad weyn waa 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 dee la kuraya waa humaag buu muujinayaa